وقت يوم الجمعة 28 للنزول ورفع المصاحف، كيف تراها دكتور حسام؟ يعني ما هو اسمع، هو ده مختلف عما جرى طوال طوال السنة ونص اللي فاتوا من 30 يونيو لغاية النهاردة. هو في ايه اختلاف عنه؟ ما كل يوم جمعة كانوا بينزلوا وبيولعوا. لا بس المرة دي بيقول لك لازم ترفع المصاحف. يعني ما هو قبل كده كان بيقول لك انزل وقول لما يصلي على النبي النهاردة. يعني استخدام التعبيرات الدينية شعارات انه السلمية انتهت، ان السلمية طب ما هي منتهية من زمان. يا هو انت مستني لما يقولها؟ هو نسف الكباري، محطات الكهرباء، الجامعات، قتل رجال الشرطة النبلاء وقتل رجال الجيش الأحباء لنا كلنا، ده ايه ده؟ دي معركة سلمية؟ ما هي منتهية من زمان. يعني ما تاخدش الأمور بشعاراتها، نبقى بواقعها. احنا الحرب الموجودة على أرض البلد حرب أهلية بكل معنى الكلام، حرب مسلحة سواء داخل القاهرة أو داخل الأقاليم. الله، انت كل يوم عاوز تنسف ابراج الكهرباء، وفي جريمه اكبر من كده؟ في حاجه اشنع من كده؟ تحرم الامه من مستقبلها، وبتحرم الامه من حاضرها، لان كم مستشفى هتقف؟ كم حضانه اطفال هتتوقف؟ نعم. ويموت. فاذا ما تقوليش انه اصله بيهددوا بانها، ما هي مش سلميه بقى لها سنه ونص، ولا لما كنت موجود في وزاره كان سلمي؟ قنابل اللي بتترمي في قنابل المولوزوف بتترمي في الشرقيه في داخل الجامعه.